في معرض لندن الدولي تستعرض بريطانيا العظمى قوتها في مواجهة الداء الذي لا دواء له، لم يقهر بعد في غياب لقاح مضاد أو عقار ناجع. في زمن الوباء التجمع محظور، قاعدة لا تنطبق على هذا المبنى الضخم. مستشفى الطوارئ في لندن سيجمع 4000 مصاب بالعدوى، يقف على أسرتهم جيش من الأطباء والممرضين ومعهم الجنود على أمل أن يستسلم الفيروس الملعون ويخرج مدحورا من صدورهم. في زمن الوباء جنود وضباط الجيش البريطاني بلا رشاشات هم أيضا يواجهون الفيروس الشرس، حرب غير تقليدية سلاحها القفازات والكمامات. تسابق بريطانيا الوباء وقد بات أسرع منها انتشارا وفتكا، بالإضافة إلى مستشفى لندن الميداني تبني بريطانيا 4 أخرى في كبرى المدن مانشستر وبرمنغهام وغلاسغو وكارديف. 10,000 سرير طوارئ في المجمل، وقد يكون ذلك غير كافيا، فعدد الإصابات المستطرة قد يكون مرعبا. تخشى بريطانيا الفيروس كغيرها، وقد بدت ضعيفة مرتبكة لا تدري ما الذي تفعله أمام كائن مجهري لا يحيا ولا ينتعش إلا في صدور الناس. بدأت مستشفياتها في تجريب عقار مضاد يستخدم لعلاج الملاريا، وهي لا تدري نفعه من ضرره. أنا بعتقد أنه متأخرة، ويعني شفت حسيت أنه كمان في لسه تعقيدات بالإجراءات. يعني أنا جايبة معي كرت الـ NHS، وعلى أساس أنه بورجي وبفوت عادي وبيعملوا لي الفحص، بس طلع لا، لازم يكون في تسجيل، ولازم بعدين هن يعملوا invitation، دعوة بالإيميل لحتى يقدر واحد يجي. تتخبط أيضا مع الفحص الذي يعد رفاهية لا يحصل عليها حتى جنود الصف الأول الذين يقاتلون الفيروس في المشافي. صابر أيوب، العربي، لندن.